الأساس إنه حرامي، والدور الثاني الأهم هو طفل. الطفل يبين لك بالطيبة وحنان قلبه والاحترام بين الكبير والصغير. ثانيا أقول لكم وأكرر عليكم إن تيوننا المسرحية لأن فيها أشياء وايد حلوة وتعجبكم. أقول لكم لأن هاي المسرحية وايد حلوة، وأقول شكرا لمخرجنا أحمد الهفوفي، وشكر خاص إلى مدير جمعية بصمة خير أخوي أبو عيسى. وأقول لكم بسرعة لا يفوتكم العرض، وأشكر أخوي اللي أخذ لقاء وياي ما قصر، يعطي ألف عافية. مع السلامة. السلام عليكم، معكم فنانة مروة يوسف حمدان. أنا دوري في المسرحية بنية، وحياكم زورونا مسرحياتنا سبونج بوب وجزيرة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الفنانة آيات محمد، حياكم على مسرحية الأطفال. طبعا دوري يكون في المسرحية دور الحرامية. حياكم. السلام عليكم، معكم الفنانة ذكريات موسى. طبعا أنا دوري في مسرحية جزورة وسبونج بوب المشكس دور الدكتورة لبيبة. طبعا أنا راح أخترع جزورة وسبونج بوب. أنا ما أبي أحرق عليكم المسرحية كامل، بس حبيت أشكر رئيس جمعية بصمة خير والمخرج أحمد الهفوفي ومساعد المخرج عبد الله السيد. حياكم وانتظرونا. معكم الفنان علي عبد الجليل، ممثل في مسرحية جزورة وسفنج بوب المشاكس على مسرح الجامعة الخليجية في سند. حياكم المسرحية راح تعجبكم إن شاء الله. معكم ممثل فهد الماس، دوري في المسرحية حرامي مرعوب ومسرحية الجزورة والسفنج بوب، يعني مسرحية الأطفال. وطبعا لله الحمد يعني فيه هو يعني كثير من الجمهور وحضروا، ويعني العمل مبدع يعني صراحة وايد حلو. فنتمنى من الجمهور وتيون تعالوا عندنا وتشوفوا أعمالنا راح تستانسون. وأشكر جمعة بصمة الخير، وأشكر من كل قلبي المخرج أحمد الهفوفي والممثل سيد عبد الله، وأشكر كل الإضاءة وشركة جولدن كوم. وتحياتي لكم، وأتمنى أن تحضرون في العمل المسرحية بتشوفونه وراح تعجبكم إن شاء الله. السلام عليكم، معكم الفنانة نجلاء عبد الرضا من البحرين. عندنا مسرحية جزورة وسبونج بوب، أنا فيها دور زعيمة الحرامية، وايد حلوة المسرحية. ولي دور ثاني شرطية، راح تعجبكم وايد وحلوة للأطفال، وهي مسرحية مجانية للمعاقين، نرحب فيهم. وأشكر استديو جولدن كام على المقابلة وشكرا. السلام عليكم، أبو الفنان عبد الرحمن نادر، دوري في المسرحية شرطي واستعراضي. حياكم في مسرحية جزورة وسبونج بوب المشاكس في الجامعة الخليجية. Let's go.
شكرا.